المفروض ان احنا بعد الجلسه دي بيبقى عندنا ثلاث ورش عمل، الورشه الاولى للتكيف مع الضربات المناخيه، الورشه الثانيه عن المجتمعات المستدامه، والورشه الثالثه هتبقى الابنيه الخضراء، وبعدين هتبقى الجزء الاولاني من الابنيه الخضراء، والجزء الثاني اللي يبقى عن كفاءه الضغط. المفروض ان احنا بعد كل جلسه لازم نطلع بتوصيات محدده تضاف الى التقرير، يعني مش هنبقى خلص الجلسه وبس خلاص لا، احنا عايزين جلسات يعني توصيات محدده تكتب في ورقه بحيث ان احنا انا اقدر نضيفها للتقرير اللي هيتقدم لجنينها في ثالث نهايه مسابقه. دكتوره منال البطران، أستاذ التخطيط العمراني بالمركز القومي لبحوث البناء والإسكان ومقرر المجلس المصري للبناء الأخضر. فكرة المنتدى هو تم توقيع اتفاقية تعاون ما بين المكتب الإقليمي للأمم المتحدة اللي هو اليو إن هابيتات للبلاد العربية وما بين المجلس المصري للبناء الأخضر، بحيث أن احنا ننظم مؤتمر مشترك عنوانه المنتدى العربي للمجتمعات المستدامة والأبنية الخضراء، ويكون هذا المؤتمر للدول العربية علشان في نهاية المؤتمر يعتبر احنا بنقدم تقرير يتقدم للسكرتارية بتاعة اليو ان هابيتات عشان مؤتمر هابيتات 3 اللي هيعقد ان شاء الله في 2016، بحيث يبقى في هذا التقرير كل مشاكل المنطقة العربية والتحديات وايه هي الفرص بتاعة المنطقة وكل حاجة في هذا التقرير. المنتدى العربي هو أحد الأنشطة أو أحد المؤتمرات التجهيزية لمؤتمر الهابيتات 3. حضرتك مؤتمر هابيتات 3 ده في اليو إن هابيتات بيعقد كل 20 سنة. هابيتات 1 كان سنة 76، هابيتات 2 اتعمل في اسطنبول في 96، وهابيتات 3 هيبقى إن شاء الله في 2016. إن شاء الله ده يعني هو أنا بحس إن هو الأمل لمصر هو البناء الأخضر، لأن البناء الأخضر ما هوش رفاهية، البناء الأخضر فكرته الأساسية أنت بترشدي استهلاك الطاقة وبترشدي استهلاك المية، وإحنا أساساً في مصر عندنا أزمة طاقة. فالبناء الأخضر بطريقة غير مباشرة بيحل أزمة الطاقة في مصر وبيعمل على ترشيدها. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا عبد الله محمد السبيل، نائب مدير عام المعهد العربي لإنماء المدن. المعهد هو الجهاز العلمي لمنظمة المدن العربية ومقره مدينة الرياض، تأسس عام 1980. بلا شك أنه المعهد يهتم في كل ما هو جديد في تنمية المدن وكل ما يفيد ساكنيها. هل الهدف الرئيسي لاهتمامات المعهد واهتمامات منظمة المدن العربية تطوير وتنمية المدن العربية لتأخذ بكل ما هو مفيد في وكل ما هو متطور في مجال البناء وفي مجال تنمية المدن وتخطيطها واستراتيجية تنمية المدن ووضع الأساليب والدراسات اللازمة للقضاء على الفقر الحضري والسكن من أهم العناصر الأساسية التي يحتاجها الإنسان في أي مجتمع كان. ولهذا أنا أعتقد أن هذا المؤتمر وهو المؤتمر الأول على مستوى الوطن العربي، يعني مؤتمر أنا أعتقد أنه نقطة تحول في مفهوم الجرين بيلدينجز أو الأبنية الخضراء التي نأمل أن تكون يعني نراها قريبا في كثير من المدن العربية، ونأمل من المسؤولين عن المدن الاهتمام في هذا الجانب لما له من فوائد ومميزات كثيرة لا تخفى على الكثير من الناس. يعني الآن الجرين بيلدينج هو توجه جديد يوفر الطاقة ويحسن البيئة ويوجد يعني بيئة سكنية ملائمة للإنسان. ومصر بلا شك وجمهورية مصر العربية تزخر بالكثير والعديد من العلماء والخبراء في هذا المجال الذي نأمل إن شاء الله أنهم يفيدون الكثير من المدن العربية، وتكون إن شاء الله مصر تجربة رائدة في مجال الأبنية الخضراء، بحيث تنقل هذه التجربة من جمهورية مصر العربية. احنا نركز الحقيقة بلا شك أن المعهد هو معهد أبحاث علمية وفي مجال تنمية المدن، ولكن احنا نركز على التنمية المباشرة للمدينة،
بمعنى أنه لدينا خمس برامج في المعهد. لدينا برنامج استراتيجية تنمية المدن، نضع استراتيجية لتنمية المدينة. المدينة تعرف ماذا ستكون بعد عدة سنوات، يشارك فيها جميع المسؤولين في المدينة، سواء ما يتعلق بالنقل، ما يتعلق بالإسكان، ما يتعلق بالطرق، ما يتعلق بكل الجوانب اللي تحتاجها المدينة لتنمية المدينة، لوضع تنمية مستدامة. كل برامج المعهد تركز على هذه الأشياء، إلى جانب طبعا المراصد الحضرية. المراصد الحضرية هي اللي تعطي المعلومة الدقيقة والمهمة والمقارنة المرجعية، ما يسمى بالمقارنة المرجعية أو البنشماركينج، اللي يفيد المدينة وتكون قراراتها قرارات سليمة مبنية على معلومات صحيحة. يعني القرارات تعتمد على المعلومات، إذا المعلومات صحيحة فأصبح القرار صحيح. أما إذا كانت المعلومات يعني ليست كاملة وليست صحيحة بشكل كبير جدا، فقد تكون القرارات نفس الشيء لا تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود. إلى جانب اهتمامنا بكثير من موضوع الفقر الحضري، ونضع دراسات ومدن كثيرة طبقنا فيها برامج للقضاء على الفقر الحضري، وطلاب اللي يسمونهم التسرب المدرسي، يعني نعالج هذه القضايا في عدد من المدن، إلى جانب البطالة وخلق فرص عمل للشباب، لأن الشباب في الوطن العربي يمثلون أكثر من 60%. ماذا عملت المدن للشباب؟ هذه نقطة مهمة جدا. يعني فالمعهد يركز على هذه الجوانب. لدينا برنامج آخر أيضا في المعهد اسمه برنامج الشباب والأطفال، أسسناه عام 2001، والحمد لله يعني قطعنا شوط كبير في بعض المدن العربية. استطعنا أن نوجد الأساليب والآليات اللازمة لتوفير احتياجات الشباب والقضاء على البطالة وإيجاد فرص عمل لهم بالتعاون مع كثير من المنظمات المدنية في المدن، وأيضا المنظمات والغرف التجارية وإلى آخره. فهذا يعني عملية تكاملية يعني بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. My name is Katya. I'm working with you in Hafta Regional Office for Arab States. Here we are based in Cairo. And as Manal already mentioned, we would like to use the opportunity of this event to actually collect key challenges and recommendations for the Habitat 3 conference on a new urban agenda. And I would like to give you the background of the process. My name is Katya Schäfer. I'm working with UN Habitat, the United Nations agency mandated for urban development, based here in Cairo. We are actually working in the Arab Regional Office, covering 18 countries under the League of Arab States. And we have been actually invited to attend this meeting to discuss the Arab contribution towards a new urban agenda, meaning what does need to be done in order to address the urban challenges of the 21st century. One of the key issues that is also going to be discussed in this event is environmental aspects, looking at green communities, what does it mean to us in the Arab region, looking at energy efficiency and the response to climate change that affects the region very badly. There is the role of different actors that will be discussed from the very local level, the local government, regional governments, national governments, as well as the role of the civil society and the private sector in addressing environmental aspects in urban development. Recommendations and highlighted urban challenges of the discussions during the next 2 days will be actually taken into consideration when preparing the Arab Regional Report towards discussions at global level in 2016 in October on urban issues in the world. I would like to also highlight the particularities of the Arab region in terms of the cultural dimension. Looking back in time, we know that traditional construction methods in the Arab region have been very green, because this is how the communities manage to deal with diverse climates, especially with the heat. What can be done nowadays in a very much evolved society? People have started building in a different way, and I think we need to come back to the way of what buildings actually can offer within an urban setting to address climate change and adaptation issues. This includes, for instance, how do we go about the increased utilization of energy in terms of
air conditioning. Green energy consumption patterns are much more at the forefront nowadays, and I think governments as regulatory bodies should look at legislation as well as economic feasibility and the planning of utilization of green energy in the Arab region, in particular also, as we know, in Egypt, where population densities and urbanization pressure is very high. Going green is, I think, the only way forward. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا فيصل الفضل أمين مبادرة خادم الحرمين الأبنية الخضراء، وسعيد جدا أن أكون معكم اليوم في هذا المنتدى اللي يعتبر بإذن الله نواة جديدة لعمل جديد في البناء والتشييد في مصر والدول العربية إن شاء الله. في الحقيقة أنا جاي طبعا أمثل المنتدى السعودي الأبنية الخضراء، اللي هو يعتبر منظمة غير حكومية وغير ربحية تعنى في الاهتمام بالأبنية الخضراء بصفة عامة وبصفة خاصة الاستدامة. طبعا الحمد لله، طبعا المنتدى السعودي الأبنية الخضراء هو في الحقيقة مبادرة من سيدي خادم الحرمين في عام 2010، ومن ذاك الحين طبعا المملكة العربية السعودية لم يكن لها طبعا وجود في 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 صناعة البناء والتشييد الأخضر، لكن الحمد لله احنا اليوم المملكة العربية السعودية عندها أكثر من 300 مشروع استثماري في هذا القطاع. أيضا المملكة العربية السعودية توفقت في طبعا إنجاز أكبر مجمع أبنية خضراء في 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 المنطقة. هناك حوالي أكثر من 20 مليون متر مربع أبنية خضراء، ومعروف على الأبنية الخضراء أنها طبعا تقلل من موارد البناء، طبعا تستخدم صديقة للبيئة، وحوالي أكثر من 70% من هذه المباني أو هذه المشاريع تخفف يعني العبء على الطاقة والمياه والمواد، عوضا عن أنه طبعا الأبنية الخضراء هي طبعا أبنية تحظى باهتمام كبير في موضوع البيئة الداخلية للبناء من ناحية الصحة والأمور هذه. الأبنية الخضراء في الحقيقة هو مو مصطلح جديد بالنسبة للمنطقة، خصوصا بالنسبة للدول العربية. الأبنية الخضراء هو في الحقيقة ثقافة، وثقافة الأجيال وثقافة الآباء والأجداد في الـ في الـ في الدول العربية شاهد كبير على أنه الأبنية الخضراء يعني من وقت الأهرامات في مصر إلى التطوير الأبنية التقليدية مثل بيوت الطين، فهذه كلها في الحقيقة أبنية خضراء. إحنا في نحاول خلال 50 سنة الأخيرة اللي للأسف استنزف كثير من الموارد واستنزف كثير من الطاقة في سبيل الحداثة والتطوير، وكانت في الحقيقة هي طبعا مرحلة تنموية نعتبرها بالنسبة للدول العربية، ولكن الرجوع إلى المصادر وإلى الأسس وإلى طبيعة الثقافة العربية تتطلب الرجوع إلى الأبنية الخضراء بما توفر من اقتصاد وما وهكذا. في الحقيقة هذا الموضوع شائع بين الناس إنه الأبنية الخضراء هي أغلى سعرا. طبعا هم لما بيشوفوا الأبنية الخضراء بيشوفوا أعلى مباني كفاءة، طبعا تطلب تقنيات عالية وغالية، ولكن احنا نتكلم على الأبنية الخضراء الحد الأدنى، والحد الأدنى لا يتطلب في الحقيقة الأبنية الخضراء ممكن تكون أقل تكلفة من الأبنية العادية، لأنها تستخدم مواد صديقة، تستخدم بسيطة، ما تتطلب مثلا جماليات أو مثلا مصاريف عالية. بالعكس أنا أرى الأبنية الخضراء هي يعني فرصة استثمارية بالضبط متوفرة، فلذلك ولكن الانطباع السائد مثل ما تفضلتي أنه إن هي أكثر يعني تتطلب يعني تكلفة، وهذا طبعا مفهوم لابد يسعى منتدى مثل المنتدى العربي يسعى إلى تغيير هذه الثقافة بالنسبة للمستثمر. ايضا انا اعتقد الأبنية الخضراء والملفت اليها، ونعتقد ما يسعى اليه المنتدى اليوم، انه ايجاد فرص العمل. الأبنية الخضراء نتكلم نقول الأبنية الخضراء ارجو دائما التذكر انها سوف توفر فرصه عمل جديده لي، وفرصه عمل حقيقيه وجاده ومؤثره، زائد انه الأبنية الخضراء لما تفكروا فيها ارجو ان تفكروا فيها كمان ايضا ان هي فرصه استثماريه عظيمه. هناك في جميع المجالات من طاقه، من مياه، من مواد، من 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 تعليم، ممكن واحد يستثمر فيها في الأبنية الخضراء، فهي فرصه حقيقيه. ونعتقد المنتدى هذا شاهد واضح من الشركاء ومن الوجود الحمد لله الكثيف انه الأبنية الخضراء اصبح مطلب وطني اخلاقي وديني. هناك تضافر جهود أن الدول العربية بما أن الأبنية الخضراء هو يعالج قضايا ثقافية إنسانية محلية، فمن الأولى أنه الثقافة العربية تكون هي متحدة
إلى إنجاز هذه الطموحات أو هذه أو تحقيق هذه الطموحات. فأرى إنه المستقبل واعد بالنسبة للدول العربية، ونعتقد المنتدى هذا شاهد جدا على إنه حط بصمة بداية إنه الدول العربية بالتأكيد سوف إن شاء الله تكون تحوي حدوى الدول النامية والمتقدمة بإذن الله. الحقيقة أول حقيقة احنا لازم ننظر الى موضوع التنمية المستدامة، وخلينا اقول برضو الاقتصاد الاخضر، على انه الحقيقة ده مش خيار، يعني لم يعد خيار ان احنا كمصر هنا او المنطقة العربية بصفة عامة يعني انها تسلك هذا المسار. ليه بنقول كده؟ عشان احنا مشاكل جمع الحقيقة، او عشان نحل المشاكل دي بطريقة تقليدية مش هينفع، ما عادش هينفع. النهاردة ما كانش هيبقى في حلول غير تقليدية للمشاكل، يبقى مش هنوصل نتيجة. احنا زمان كان دايما بندي اولوية للبعد الاقتصادي، وكان في معظم الاحيان بيبقى على حساب البعد الاجتماعي وعلى حساب البيئة، وبننظر للبيئة على انها رفاهية، في حين ان هي الجوهر الحقيقة، هي يعني لما نيجي نقول النهاردة احنا بنتكلم بنقول الاستثمار في البعد البيئي، والاستثمار في البعد الانساني او العنصر البشري، ده اساس لاي نهضة اقتصادية. مش هينفع ان احنا نركز على الناحية الاقتصادية او على الفيزيكال ديفلوبمنت، او مجرد ان احنا نستثمر فقط في الأبنية من غير ما نستثمر في البني آدم، او نغفل الدور الايكو سيستم او النظم الايكولوجية في دعم الاقتصاد ورفاهية الإنسان. لازم احنا الحقيقة بنتكلم كتير عن التنمية المستدامة، بس في معظم الأحيان ما حدش يعني عنده في ذهنه بالظبط تمثل ايه. احنا بنقول ان لازم يبقى في دمج في الخطط والبرامج والمشاريع او في سياسة الدواء بالصفة عامة للبعد الاجتماعي والبيئي مع الاقتصادي، على يعني بالتوازي وبالتزامن مع بعضهم، بحيث ان احنا النهاردة لما بنيجي نعمل مثلا في مجال المستوطنات السكنية او نسميها المستدامة في هذه الحالة، ان احنا بتوفر مساكن مش بس للأغنياء، توفر مساكن للطبقات الفقيرة والطبقات المعدمة والطبقات المهمشة، بتوفر فرص عمل، بتوفر بيئة ملائمة فيها تجانس وانسجام للخدمات المتكاملة، ما يبقاش مجرد خدمات بتركز على ناحية معينة وبتغفل مثلا الصحة وبتغفل التعليم وبتغفل النشاط الثقافي. فهو ده هنا الحقيقة المقصود به التنمية المستدامة او التحول الى الاقتصاد الاخضر، وده زي ما نرجع اكرر تاني ان هو الطريق الوحيد. احنا في قطاع الاسكان لازم نستعمل او نستغل هذه الفرصة في عملية الاستثمار في المجتمعات المستدامة، ان احنا يبقى في نوع من السوشيال كوهيجن او دمج الطبقات المختلفة من الشعب في الاستفادة من المشاريع التنموية اللي بتقوم بها البلد. ما ينفعش النهاردة يبقى ناس عايشة في كومباوندز ويبقى في ناس مش لاقية حتة جنينة للولاد يلعبوا فيها، ده لا يصلح يعني لا يستقيم يعني، وبعدين بالتالي بيعمل فجوة ما بين طبقات الشعب. وزي ما برضو حاولت ان انا اشير الى النقطة دي، بيبقى في طاقة سلبية للقاعدة العديدة من الشعب. احنا عندنا الفقراء كتير، وعندنا محدود الدخل حجمهم كبير، فانت النهاردة لما تيجي تعزلهم في هذا القطاع وان هم يحسوا ان هم معنيين بالامر وان الدولة واخدة بالها منهم، طب هتتوقع منه يشتغل ازاي وينتج ازاي؟ الانتاجية بتاعته هيبقى شكلها ايه؟
هيبقى الاتيتيود بتاعه او تصرفاته ايه او فكره ايه تجاه الدوله وتجاه مشاريع الدوله. ما كانش هو الفرد بمختلف فئات الفرد في هذه الحاله يحس ان الدوله مهتمه بيه، بتوفر له السكن المناسب مناسب من ناحيه الاستراكشر ومن ناحيه الامكانيات. انت تيجي تقول النهارده بوفر مساكن لذوي الدخل المحدود وبعدين تلاقيها فوق طاقه محدود ده، طيب ما عملناش حاجه. يبقى احنا بنتكلم على ورق، احنا عايزين يبقى تفعيل للكلام ده. وهنا زي ما كنت برضو بحاول اقول ان الدوله لوحدها ما تقدرش تشتغل من غير القطاع الخاص والمجتمع المدني يعني النهارده مثلا في موديل او نموذج لتنميه العشوائيات، كذا موديل. السيناريو اللي هو يصلح ان انت تشارك سكان المنطقه العشوائيات في بناء العشوائيات، مش هتجيب لهم عمال من بره، انت هتجيب لهم هم نفسهم. يعني العشوائيات دي هتلاقي فيها البنا وهتلاقي فيها يعني هتلاقي فيها مختلف القطاعات، فانت لازم يحس ان هو جزء من عمليه التنمية الخاصة بالمنطقة بتاعته، وفي نفس الوقت بتنهض بيه فكريا وتعليميا وصحيا. مش مجرد انت بتوفر له المبنى، ما انت هتوفر له المبنى تاني يوم القمامة هتترمي في الشارع. انما لما هيبتدي يتفهم ان ده من مصلحته وفيها اضرار صحية وممكن تحول له القمامة دي الى فائدة، فهيبقى في نوع من التعليم، نوع من نشر الوعي، المشاركة الفعالة، وبيحس ان هو مستواه الدولة بتحاول تنهض بمستواه وبيبقى فيه مصدر للدخل. كممثلين للصناعة المصرية والتنمية المستدامة، احنا محتاجين ان احنا نعرف في الفتره الجايه الطلب قد ايه هيبقى على البنايات الخضراء، والرؤيه بتاعه الدوله والجهات البحثيه والمستثمرين في المجال العقاري، هو ده اللي هيشجع المصنعين اكتر ان هم يستثمروا في انتاج اكتر مواد خام خضراء او صديقه للبيئه. لان هو في الاخر هي عمليه اقتصاديه، المعروض هيبقى قد ايه والمطلوب هيبقى قد ايه في الماركت، وده اللي هيشجع المستثمرين ان هم يغيروا من خطوط الانتاج ويغيروا من طريقه التصنيع نفسها لانتاج مواد صديقه للبيئه ومواد خضراء. فهو يعني الموضوع هي غالي او مش غالي دلوقتي، ندي مثال بالطاقه الشمسيه، الطاقه الشمسيه من 10 سنين اغلى بكتير قوي قيمتها من دلوقتي. ليه؟ لان النهارده بقى عندنا طلب بيزيد الطاقه الشمسيه. احنا كان عندنا معرض 3 ايام لكل الشركات اللي شغاله في الطاقه الشمسيه، اكيد لو عملنا المعرض ده من 10 سنين ما كانش هيبقى عندنا شركتين ثلاثه نشارك بيهم في المعرض. اكبر دليل على كده اللي احنا مشاركين النهارده في المنتدى ده ومن الرعاه للمنتدى، وده دليل ان احنا بندور دلوقتي على اللي احنا ندخل كمستثمرين وكناس ننشر الوعي بالتنميه المستدامه وبالبناء الاخضر. وبرده اللي احنا يعني بنذكر دلوقتي احنا اتحاد الصناعات عامل مسابقه للتنميه المستدامه بين المصنعين المصريين في القطاع الخاص، وان شاء الله المسابقه دي نتيجه الاعلان بتاعتها يوم 15/12، وده دليل بقى عندنا عدد كبير من المستثمرين في القطاع الخاص مهتمين بموضوع التنميه المستدامه، مهتمين ان هم يشاركوا في باستثمارات كمان. احنا من يعني كاتحاد الصناعات المصريه او مكتب الزمن دي بنقدم نوعين من الخدمات للمصانع المصريه بواقي عام والمصانع مواد البناء بواقي خاص. النوع الاولاني اللي هو المعونه الفنيه، سواء بقى تدريب عماله، سواء زياده قدرات للعاملين في المجال ده، سواء من اللي احنا نجيب لهم تكنولوجيات جديده من بره، افكار جديده لتقليل ترشيد الطاقه واستخدام طاقات جديده متجدده. والنوع الثاني من الخدمات خدمات تمويليه، بندي قروض ميسره للمصانع لشراء معدات، القرض ده لغايه 3 مليون جنيه، بندي له سنه سماح واربع سنين سداد، وهو بدون فوائد، هو مصاريف اداريه 2.5% على لشراء معدات تساعده في
اللي هو يطور من خط الانتاج ويبقى طريقه التصنيع دي خضراء او جرين اندستري. دكتور محمد عبد الباقي ابراهيم، استاذ التخطيط العمراني بكليه الهندسه جامعه عين شمس ورئيس مركز دراسات التخطيطيه المعماريه. فيما يخص التنميه المستدامه، وده مهم جدا في العصر اللي احنا حاليا فيه بالمشاكل البيئيه اللي احنا بنشوفها كثيره في عمراننا وفي بيئتنا، مهم جدا نلتزم بالاشتراطات والمعايير البيئيه في التخطيط العمراني وفي العماره الخضراء. من اهم الحاجات الموجوده في التخطيط العمراني اللي ممكن نتكلم عنها اهميه المنظومه جمع المخلفات الصلبه وعايز استخدامها، وده له امباكت، له تاثير كبير ايجابي على بيئه المكان وعلى الثروه الموجوده. هي في القبائل دي تعتبر ثروه ماديه كبيره جدا لو احسن استغلالها وعاد استخدامها وفرزها. كذلك الامر فيما يخص نقل المواصلات، احنا للاسف بنفتقد الى مسارات لحركه العجل والبسكليتات، وده هيريح كتير جدا في العديد من المناطق العمرانيه في مصر زي اقليم قناه السويس والساحل الشمالي. البيئه المناخيه بتتيح للمجتمع ان يستعمل العجل في الحركه، بس للاسف المخططات العمرانيه يجب ان تتوافق مع هذه المنظومه وكلها مسارات. كذلك الامر مواد البناء، وده عنصر جدا مهم جدا كتير جدا، عندنا عناصر بناء متوافقه مع البيئه وبتخفض استهلاك الطاقه وبتدي عزل حراري عالي جدا وبتخفض في عزل الصوت كمان وبتقلل من احمال التكييف. والخامات دي موجوده في مصر للاسف لم تفعل الى الان، ودي انا شايف لو وهي موجوده في مصر لو انتشرت وتبنتها وزاره الاسكان في مشاريعها القوميه والمليون وحده سكنيه هيبقى في خفض كبير جدا في التكاليف وهنرتقي بجوده الحياه. حاجه ثانيه برضو لما احنا بنيجي نخطط في عمراننا نفسه يجب نبص للمناخ واحتياجات المجتمع، يعني ما ينفعش نخطط واحنا بعيد عن الاحتكاك من المجتمع واحتياجاته الفعليه، لا لازم يكون مشاركه مجتمعيه مهمة جدا في التخطيط. التخطيط ممكن يكون مرسوم كويس بس من دون تفاعل مع المجتمع المحلي، وان يكون مساهم في التخطيط وتنفيذه ومشاركة في الفكرة والرأي وبالمجهود، ده من احد دعائم انجاح هذه المخططات وانها تكون متوافقة مع البيئة. كذلك الدولة لما بتوجه استثماراتها ما زالت بتوجه استثماراتها لوادي النيل والدلتا، مفروض توجيه الاستثمارات الدولة للوادي الظهير الصحراوي هو ده أمل التنمية، وكلما استثمرنا في الوادي كلما ده كان مسمار في نعش الوادي. عشان كده تنمية الظهير الصحراوي من مدن من قرى من تجمعات عمرانية مختلفة هو ده أهم أمل التنمية في مصر. أمل التنمية في مصر هي تنمية غزو الصحراء، أمل التنمية في مصر هو الاهتمام بالإنسان المصري، أمل التنمية في مصر هو الاهتمام بالبيئة وعناصر البيئة.